جميعنا نسعى لترك الانطباع الجيد عند لقاء الأشخاص الجدد، لأنه ومن المحتمل أن تكون تلك هي فرصتك الوحيدة لتعبر فيها عن نفسك بطريقة إيجابية تعكس صورتك الحقيقية. فحالما يأخذ الأشخاص فكرة أو انطباعا سيئا عنك، سيصبح من المستحيل تغيير ذاك الانطباع. ولحسن الحظ لا يعد ذلك الأمر غاية في الصعوبة، إذ إن كل ما عليك القيام به هو اجتناب الأخطاء التي سأقوم بذكرها لك والتي تدمر الانطباع الجيد. ولكن قبل أن أخبرك بذلك، دعني أذكرك بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس لتكون على تواصل مع منشوراتنا الجديدة أولا بأول. أخطاء تدمر انطباع الآخرين عنك. الخطأ الأول، التأخر عن المواعيد. عادة ما ينظر للأشخاص المتأخرين على أنهم غير جديرين بكسب الثقة، فوصولك إلى الموعد بشكل متأخر يعني وبشكل صريح أنك تفتقر إلى التنظيم في حياتك ولا تقدر وقت الآخرين من حولك. حتى وإن كنت تهرع دائما للوصول إلى الموعد في آخر لحظة، لن تكون في موضع يسمح لك بالتركيز على ذلك الاجتماع. ولتفادي حصول ذلك، عليك بالتخطيط مسبقا لعدم الوصول بشكل متأخر والتركيز على قيمة الوقت في حياتك. الخطأ الثاني، تجاهل مظهرك الخارجي. قد تظن أن نمط ثيابك الذي ترتديه هو شيء يخصك ولن يؤثر أبداً على الطريقة التي يراك بها الآخرون، لكنك ستفاجأ بأن أول أمر يلاحظه الناس فيك هو أسلوبك في ارتداء الملابس، فإن لم يعجبهم ما ترتديه سيشكلون نظرة خاطئة عنك. كل ذلك فقط لأنك تكاسلت عن ارتداء ثياب متناسقة. لذلك احرص أن يكون كل ما ترتديه من رأسك حتى أخمص قدميك مرتبا ونظيفا ومتناسبا مع مقاس جسدك. الخطأ الثالث، الحرمان من النوم الكافي. أن تبدو عليك علامات النعاس وأن تقوم مرارا بالتثاؤب، هذه هي أسهل طريقة لترك انطباع ضعيف عن ماهيتك. والسبب طبعا هو الحرمان من النوم، بحيث يكون مسؤولا في نهاية الأمر عن ظهورك بتلك الحالة المزرية أمام الناس، لتبدو لهم شاحبا ومريضا وبأسوأ حال وكسولا. الخطأ الرابع، المصافحة بشكل سيء. نعم، قد يبدو الأمر مبالغا فيه، لكن السلام عند اللقاء الأول لابد أن يعطى حقه، فإتقانه بشكل صحيح بحيث يعبر عن شخصيتك يعد من أساسيات علم الاتيكيت واللباقة. فإن قمت مثلا بالضغط بقوة أثناء المصافحة، سيقود الناس للاعتقاد بأنك تتصف بالعدوانية. وعلى النقيض، إن كان كف يدك مسترخيا وضعيفا أكثر من اللزوم، سيدفعهم للاعتقاد بأنك خجول وضعيف الشخصية. أفضل طريقة للمصافحة هي أن تقف أمامهم بكل احترام وتنظر إلى أعينهم، وأن تجعل يدك أثناء المصافحة محكمة ودافئة، وأن يتم ذلك بشكل سريع. الخطأ الخامس، عدم الاكتراث لأسنانك. لا شك بأن الابتسامة ستلعب دورا عظيما في إظهار المودة والطيبة لديك، وأنك سعيد بلقاء ذلك الشخص الذي يقف أمامك. ولكن ولأنه يقف أمامك وعلى مسافة قريبة، لابد له من أن يلاحظ أدق التفاصيل فيك، وعلى رأسها أسنانك.
فقد تحتوي على بقايا طعام قمت بتناوله قبل الخروج من منزلك، أو بعض العيوب التي لم تكترث لمعالجتها قط. وعند رؤية هذه العيوب لن يرغب أحد بالنظر إليك مجدداً أو التحدث معك من مسافة قريبة. الخطأ السادس، نظرة العيون. يعد النظر في أعين الناس الذين تقابلهم أمراً في غاية الأهمية، فهي مرآة تعكس حقيقتك قبل أن تبدأ بالحديث حتى. وعند الحديث عن هذا الأمر، فعادة ما يرتكب الناس خطأين اثنين. أولهما قلة النظر إلى أعين الشخص الذي يتكلم، وهذا بالضبط ما سيقوده للشعور بقلة الاهتمام والاعتقاد بأنك غير مكترث لحديثه، وتفكر في أمر آخر وتنظر في كل مكان من حولك. أما الخطأ الآخر فهو المبالغة في التحديق في عينيه معظم الوقت، مما سيقوده للارتباك وعدم التركيز والشعور بالخجل، كونك تقوم بذلك بشكل غير منقطع، وفي كلي الحالتين سوف يتشكل لديهم انطباع سيء عنك. الخطأ السابع، الاقتراب منهم أكثر من اللازم. لدى معظم الناس مسافة آمنة ومريحة يفضلون ألا يتجاوزها أحد عند الحديث معهم، لذلك عليك تعلم احترام تلك المسافة بينك وبين الرجل أو الفتاة التي تكلمها، فاقترابك منها بشكل غريب سيثير لديها الشكوك بطبيعة نواياك، وسرعان ما ستشعر بالارتباك والضيق، ولن تكون سعيدة بلقائك أو الحديث معك مرة أخرى. الخطأ الثامن، عدم القدرة على تذكر الأسماء. سيكون من المحرج أن تنسى اسم الشخص الذي تقابله بعد أن ذكره لك في بداية الحديث، وخصوصا إن كان هو ما زال يتذكر اسمك، فلا شك أنه سيعتقد بأنك غير مهتم للقائه وأنك شخص لا تبالي لوجوده أمامك. ولتجاوز تلك الهفوة في المرة القادمة عند سماعك لاسم الشخص الذي تقابله، ركز عليه جيدا لبضع ثوان وقم بتكراره في ذهنك حرصا على عدم نسيانه، فآخر ما ترغب به هو أن تضيع على نفسك فرصة عمل ذهبية مع ذلك الشخص بسبب هفوة بسيطة. الخطأ التاسع، إصدار الأصوات المزعجة. أصوات عشوائية كالنقر بأظافرك على الطاولة أو بقدمك على الأرض أو حتى قيامك بفرقعة أصابعك ستكون بالنسبة للعديد من الأشخاص أصوات في قمة الإزعاج وسبب في تشتت الذهن وعدم التركيز، وسيقودهم ذلك للاعتقاد بأنك في غاية التوتر والقلق، وقد يظن بأنهم هم السبب لشعورك بذلك. الخطأ العاشر، التلاعب بشعرك. تظهر الدراسات أن المرأة تداعب شعرها بمعدل 18 مرة في اليوم الواحد. قد يبدو الأمر طبيعياً للغاية، لكن إن قمت بفعل ذلك أكثر من مرة عند لقاء شخص جديد، فأحد الأشياء التي ستخطر بباله هو أنك تسعين لاستلطافه وتحريك مشاعره، وعلى الرغم من أنك تقومين بذلك بكل عفوية. لذلك وفي المرة القادمة حاولي أن تضبطي تلك العادة لديك كي لا تفهم على نحو مغاير، خصوصا عند لقاء أشخاص على الصعيد المهني والاحترافي. الخطأ الأخير،
تفقد الهاتف بشكل مستمر. هل سبق لك وأن جلست مع أحد الأشخاص الذين لا يكفون عن النظر إلى هواتفهم وتفقد الرسائل من حين إلى آخر؟ ألم تكن حينها في قمة الانزعاج؟ نعم، إنه حقا تصرف يبعث على الاستفزاز، وكما شعرت أنت بذلك سيشعر من حولك بتلك اللامبالاة لوجودهم معك وعدم احترامهم أصلا، وكأنك تفضل التواجد في مكان آخر عوضا عن الجلوس معهم والتركيز فيما يقولونه لك. بهذا أصدقائي وأعزائي متابعي قناة الساحر، أكون قد وصلت وإياكم إلى ختام هذا الموضوع الذي ناقشت فيه وإياكم الأخطاء التي تدمر الانطباع الأول عنك، فاحرصوا على اجتنابها قدر الإمكان. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا أن تتركوا لنا في قسم التعليقات آراءكم حول الموضوع، وهل من أخطاء أخرى لم نقم بذكرها لكم؟ شاركوها معنا. لا تنسوا أيضا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم على منصات التواصل الاجتماعي واتساب وفيسبوك وتويتر. وفي الختام أترككم مع مجموعة من الفيديوهات المقترحة التي تظهر أمامكم الآن على الشاشة. شكرا جزيلا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد آخر قريبا جداً.